اكيد أسعد. السؤال البديهي يعني ايه اللي خلاك تعتزل؟ والله جه الوقت. يعني انا طول عمري، انا دلوقتي بقالي 17 سنه في منتخب مصر الرجال، وطول عمري عندي قدره من العطاء كبيره قوي في التدريب، في ان انا يعني اتدرب كل يوم بيبقى 6 ساعات في اليوم والحاجات دي كلها. جه الوقت ان انت بتلاقي نفسك الكيرف خلاص، يعني الكيرف بيقل التدريب والعطائك واحده واحده بتلاقيه مش زي الاول، وحتى البرفورمانس والحاجات دي كلها. فبيجي الوقت لازم بتقعد مع نفسك وقفه كده اللي هو لا خلاص ده الوقت، يعني خلاص اتس تايم. ده الوقت. كانت وقفه سهله ولا صعبه؟ اصعب قرار في حياتي ولحد النهارده. يعني متهيالي ده بياخد وقت كبير عشان تبتدي تادجست او تتاقلم في الحياه من غير الكم من التدريب ده، وكم من الافكار للبطولات، وعندك بطوله بتحضر لها فبتعمل جاب. اختلفت شويه، انت قلت لنا قبل الهوا ان لسه لحد دلوقتي بتروح. لا انا بروح عادي جدا، بروح عادي جدا. يعني هم حتى يعني هم حتى مستغربين انت ايه اللي انت جاي بتعمل ايه، انت بطلت ولا ما بطلتش ولا ايه ولا ايه ظروف. انا لسه مش معرفهم قوي يعني لسه ايه. بس 35 سنه عمرك يعني مش كبير برضه. يعني في ناس كملت بعد كده. لا انا ما فيش حد. لا انا مش بتكلم في الجودو تحديدا. يعني ان جنرال في لعيبه وابطال بيوصلوا ل 40 وبيكملوا، اشمعنى الجودو؟ الجودو لعبة صعبة قوي. يعني الجودو لعبة بتحتاج حاجات كتيرة جدا. يعني بتشتغل على أضلع كتيرة قوي، أضلع فتنس وقوة بدنية وتكنيكات عالية، وهي أصلا لعبة متعبة. يعني هي كلعبة التحام، لعب الالتحام عامة لعبة متعبة جدا، وبتحتاج قوة بدنية عالية جدا، بتحتاج تدريبات تأهيل أعلى من يعني أعلى من اللازم. فعمرها بتبقى مفترض اقل من الاعمار العاديه، لان بتحتاج مجهود. ف 35 دي انا جبت اخرها خالص. لكن يعني حتى لو وصلت ل 35 ومحتفظ بلياقتك ومحتفظ بقوتك، يعني يعني مش شايف مظاهر لنزول الكيرف زي ما انت بتقول كده؟ لا يعني انا جبت انت ادرى طبعا اكيد. لا بس يعني هي نزول الكيرف مش في الكيرف على قد ما هي احتياجات اللي لازم تعملها عشان توصل للاعلى بيرفورمنس دي. هي وانا يعني انا في عمري رياضي مش هبل ان انا يعني اتمرن نص تمرين واروح بطوله وانا مش في بتقدم نص اداء وتقدم نص اداء. يعني ما تعودتش على كده. واول ما ابتديت احس ان هي لا هتبتدي كده، لا يعني خلاص. وشفت امثله كتيره، ممكن حد يبقى عايز يدوس اكتر من ما يعني، وبتبقى مش يعني النهايه ما بتبقاش. فيعني تهيالي ان ده كان القرار الوقت المناسب ان اعتزل فيه واوجه الطاقه دي في حاجات تانية. يعني نحن نتكلم